يا صباح او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. اهلا بيكم فيديو جديد، ولو مره اشوف قناتي ما تنسيش تشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. النهارده هاخدكم معايا في جوله في السوبر ماركت، في واحد من السوبر ماركت اللي موجوده في بيروت. عايزه اوريكم الاسعار بقت عامله ازاي بعد ارتفاع الدولار. يعني الناس اللي بتشتكي في من ارتفاع الاسعار في مصر، تعالوا شوفوا بقى الاسعار هنا عامله ازاي. طبعا اسعار الفاكهه هنا غاليه جدا، بتوصل حاجات منها المية واكتر من 100. هي هنا بيتعاملوا بالليره، طبعا في فرق شويه في العمله بين مصر وبين هنا. يعني يعتبر ال 100,000 ليره بيساوي 75 جنيه مصري. هنا علبه الصلصه سعرها بيتروح من 35 ل 45. سعر الرز هنا بيتروح من 40 35 لغايه 75، ده كيلو الرز المصري. اما البسمتي طبعا فهو اغلى من كده بكتير، الكيلو الواحد بيوصل ل 165 واكتر كمان. والرز الهندي برضو بيزيد سعره عن كده، لان هنا معظم المنتجات او ما يكونش يعني 80% من المنتجات هنا مستورده، فبالتالي اسعارها كمان غاليه جدا. طبعا سعر الباستا او المكرونه بيتراوح من 18 او 17 كمان في انواع لحد حاجه و60، يعني بيوصل لحاجه و60 في الاسعار. دي ارخص، يعتبر ارخص نوع من انواع الباستا والمكرونه هنا. وفي انواع زي ما قلت لكم بتوصل لحاجه و60، وطبعا في النص في انواع مختلفه شويه من الباستا او المكرونه مش موجوده عندنا في مصر او مش منتشره قوي. الانواع اللي هنا كلها زي ما قلت لكم انواع مستورده، معظمها ايطالي علشان كده كمان سعرها غالي. ده شكل مختلف شويه للمكرونه، تشبه المكرونه المرمريه اللي عندنا في مصر، ولكن هي مقفوله من جوه. الانواع هنا نظيفه جدا، ولكن اسعارها كمان مبالغ فيها جدا جدا. اما عن البقوليات فطبعا برضو كمان اسعارها غاليه جدا. يعني هنشوف مثلا هنا دي نوع من انواع البقوليات، وهي الفاصوليا العريضه، والفاصوليا دي مش موجوده في مصر او ممكن نلاقيها في المحلات السوري بس. وهي طبعا كمان سعر الكيلو منها غالي. دي كمان فاصوليا نوع تاني، فاصوليا منقطه، هي لونها احمر ومنقطه كده. اسعار الكيلو هنا منها ممكن يوصل لحاجه 60. بحاجة و40 برضو يعتبر سعرها غالي بالنسبة لمصر. انا معرفش الاسعار في مصر دلوقتي عاملة ازاي. هنا علب اللبن من 39 و40 لاقصى او اقل حاجة فيها 33، ودي كمان بتبقى في العروض. انواع اللبن هنا دي انواع لبن لبناني، يعني دي مش مستوردة، ولكن برضو سعرها بيبقى غالي من 37 و39 وهكذا. دي علب اللبن الصغيرة الخاصة بالأطفال، الباكت منها ب74 أو يعتبر 75، وطبعا برضو يعتبر سعرها غالي جدا. أما بقى اللبن البودر اللي هو يشبه اللبن نيدو، ولكن هو مش نيدو، أنواع تانية موجودة هنا. دي الكيس بتاعها 2 كيلو وربع بحوالي 550 أو حاجة و50، طبعا برضو سعرها مبالغ فيه قوي. نرجع تاني للباستا، دي ب33 و
ودي ب53. طبعا يعني رغم انها نفس الشركة ولكن الانواع بتختلف، يعني من شكل منتشر قوي او عادي لحاجة تانية. يعني دي اللازانيا من نفس الشركة ب82، فيعني الاسعار هنا غريبة جدا، طلع ونزل في منتج واحد وشركة واحدة، ولكن الاسعار بتطلع وتنزل بشكل غريب جدا. دي الباستا اللي دايما بيبقى عليها عرض، ودي سعرها 17، ودي تعتبر من 17.5، ودي تعتبر من ارخص انواع الباستا. ده الرز المصري، وده 168، ودي 3 كيلو على فكرة مش 5 كيلو. اما الخمسة كيلو فهو بيعدي 250. ده الكيلو ب76. هو الرز المصري هنا اصلا في العادي هو فهو غالي، ولكن بعد ارتفاع سعر الدولار غالي كمان. ده الكيلو برضو من رز مصري ب27 او 26.5، وده كمان رز مصري ب29. زي ما قلتلكوا ان اسعار الرز هنا غالية. تعالوا بقى نشوف اسعار الزيت عاملة ازاي. الزيت هنا غالي جدا جدا جدا، يعني دي ازازة زيت ب350 تقريبا، ودي ازازة الزيت اللي هي تقريبا 3 لتر. زيت عافية اللتر ونص ب175، ودي ازازة زيت اللي هي 700 ملي، دي ب93، وبقية ازايز الزيت كلها باسعار بتعدي 300، اللي هي الكبيرة دي اللي هي 2 لتر او لتر 2 لتر ونص او لتر ونص. دي كمان علبة سمنة الهانم هنا كمان غالية جدا ب98، وعلبة سمنة البقرة الحلوب ب558. الطحينة كمان هنا غالية قوي ب75 واكتر كمان. المايونيز بيتروح بقى من 30s لغاية 45 وانتي طالعة. الكاتشب كمان والمستردة كمان، الحاجات دي هنا غالية. المستردة هنا ب31، وفي انواع اغلى كمان، دي بحاجة ب44 45. والكاتشب بيتروح من العشرينات العلب الصغيرة ل40s واكتر كمان في العلب الاكبر. زي ما انتم شايفين هنا ان تقريبا معظم المنتجات ويمكن كلها اسعارها غليت جدا جدا، وما بقاش في ما فيش بدائل، يعني ما فيش انواع ارخص ان احنا ممكن نستغنى عن الغالي ونبدله بالنوع ارخص شويه. ما فيش، بالعكس ده كل انواع غاليه جدا. قولوا لنا بقى اسعاركم عامله ازاي في مصر وبقيه الدول. باي باي.